قد هكم ساعة الناس اللي معانا، إن شاء الله العيلة كلها فرحانة، مش عايزين زعلان ولا زعلانة، خلونا نرموا الهم ورانا. دي وين العدو الهم يتبع فينا، مرة في سيولة ومرة في البنزينة، ترقعت الكينة تنشر التركينة، براءة الله غالب علينا. دي أي فرحة اللي تدوي عليها، ما يحس النار إلا اللي وطيها، معيشة لكن ربي يعلم بيها، كبرنا وإحنا غير المشوفيها. أحسن حاجة إنك ما تظلمش، رزقك عالخالق يبقى ما تخممش، دبينيتك نظيفة ما بتكرهش، أضحك من قلبك يودو ما تكشرش، وعادي 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 عادي، مفيش فلوس عادي عادي، مفيش عمل عادي عادي، مفيش أمل عاد، مفيش زواج عادي، مفيش نفس عادي عادي، مفيش حياة عادي عادي، مفيش قبر عادي. جبنا زردة في بوهادي، جبنا زيتون وزبادي والتحول وشغالي. ايش الله في اشرابي يا عم؟ ما فيهاش خلاص يا عم، كملنا احنا. أوكي. يلا نبدو الحلقة. يلا وصلنا الرسومي حاج تيمور، وكون هاني الطالب من عرفناه ذكي من اول مقابله درناها له وعرفنا مستواه، وان شاء الله في الحفظ الصوني حاج تيمور. بارك الله فيك يا عم، بارك الله فيك، مع السلامه. فيك بارك الله يسلمك. بالله يا الله، الطالب فرج جابر اهتموا به، واي حاجه تنقصه بلغني اول واول، وراجعوا له الدروس اللي فاتنا كل. بارك الله. يا فندي، يا اللي هنا، يا فندي، كانك شايف فيه؟ نبي تليفوني. خشوه وساكر فمك، ممنوع تليفون. يا راجل تليفوني بس خمس دقايق، نكلم هاني نكلم حد يجيني. تقلت لك خشوه وساكر فمك، ممنوع تليفون، كيف تفهم انت؟ لا يا فندي، اعطيني تليفونك انت، تدير مكالمة، نكلم هاني بس. ممنوع تليفون يا راجل، خشوه وامشي. هات روحه. لا يا عبدو، تقول لا دزيت عليك كي اسم الراجل يا غريب زريع، دزت لك برسالة تم موقعي. لو انت صبي عيط ولا دير اي حاجة يا ما توقع تحك في الجو، السوق راقد شنو بندير؟ تباي باي ركب باشكات، هاي تنمشي وزع المحلات وخلاص. هاي هيا بسم الله. هاي نتعهد لعدم التعرض للفندق مرة أخرى. بالضبط، أكي تمام. براو عبا، مرة أخرى فيها نهاية ضمة، وأن الفندق حتى هو لا يتعرض مرة أخرى بالضمة. وكيف هذه؟ من قبل الأسعاد بتاع الفندق هو اللي يتعرض مرة أخرى قدامنا. مصبوط يا دكتور، هو اللي يلقى مع سيارة ضربوه الجماعة، بعد تعرض هو مرة أخرى. تو ناس داريلكم تنازل، يبوا منكم تعهد. كيف تعرض ما تعرض؟ ما تدخلونيش أرجوك، خلوني نشقى بحالي، تعبتوني راهو. خذ راحتك خذ راحتك، وش دخل يا بطاطا؟ اش عرفك انت في اللغة؟ هذا يعرف قاري، هذا تكلم راش عربي يطيح ويرقالهم. خلاص يا ربي، هذا ليش سيبته في رابعة ابتدائي؟ كلهم يتعقدوا بسرعة. والله على ما أقول شهيد. تكبير الله تكبير. أنا غلب علي، أنا شاهد. أيوة. وتو نحشم الحاج تيمور باش يقعد معنا شاهد حتى هو. لا لا شاهد حاج تيمور وغير تحشيبه، قداش مشكل من قالنا ضربتي بالردة؟ صح، اكتبها 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 في العري، اكتب محلوظة هكي، اكتبها ضربتنا نريد أن نردها. والله كان ضربتنا نريد أن نردها. اه
ما شعره هذا معاش قاعد تعهد هذا. وصلت لعند الطلاق هي؟ معقولة؟ ولاد خالتي؟ شكلها مش تعهد، تحسها كأنها هدية، صح؟ شنو؟ عنال إحساسك إحساس. أما يا أخو تمر هذا يا راجل عليه حاجات معقولة ما نقب ملايين يحسقها وني بحسقتوها؟ حسقناها ومن زمان. أخوك هذا حيودرنا بس أنا اللي نجامل فيه. أنت شربت هالمانجا صارت لك حاجة؟ لا والله. ومش حتصير لك حاجة؟ خمسة بعيون صبي مع أخوك ورد بالك منه أنت. خليك سناد يا حاج تيمور. معتوق بعت لك رسالة وقال لك شوف الاسم اللي فيها. رسالة ايش بتعيش يا مع تيمور؟ وانت مالك انت؟ انت مالك؟ العيال اللي كانوا معي في الحاجر وعدتهم عشان صبي معاه. حتى يعرف لي عم العيل هذا اسمه زريع اللي شكل جدي ابوه. مالك انت ومال الدوال؟ طول عمرك صاحب واجب وصاحب قادر، بس هضم عيال شلتت انش مالك ومالك ما تيمور. انت حتوريني؟ اسكت اسكت. عبدو شوفوا الباب يا ود. حاج تيمور في واحد اسمه الاستاذ علي ومعاه واحد اخرى تخين كده تخمني وعاوزينك. قول ماشي. استاذ علي هذا استاذ علي السكره هذا متاع الفندق اللي كنا محجورين عنده. خلي يخش خلي يخش. ابو خمسين ابو مبدا. فضل هاي فضل فضل. مرحبا 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 يا عم مرحبا. يا اهلا يا اهلا. السلام عليك. عليكم السلام ورحمه الله. تفضل 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 تفضل. خطوه عزيزي تيمز. اهلا وسهلا. نعم نور يا حاج تيمور. اهلا بكم. اهلا 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 انستو يا مرحبا. الله يرزقك. ايش هذا ورد جبنا لك يا حاج تيمور؟ يا عيني عليك يا عيني عليك. اي اللفته الكريمه هذه. انت قدرك اكبر من هيك بواجد. الله يسلمك. ماشي يا عم ماشي. فكرتي نادي حشتي مره. انت ابو الافكار انت. وانا اللي دفع حقك. ما نقصر لك جنيه اعطيت لك اياه. خلاص يا ريت الواحد يعرف يعمل زيكم هكي ويجيب للناس ورد. كنا افتكينا من شيل حولي يجيب حولي، شيل حولي يجيب حولي. اي لفته بتطلع لفته. كلها من ذوقك يا حشتي. الله يسلمك. الحمد لله على السلامة يا خطوة عزيزة يا عم. تصدق يا حاج تيمور؟ أيوة. من حيش مشتك أنت والفندق كله مكسد وقاعد مظلم. يا عيني يا عيني احنا ما كانش في حد ومكسد من زمان. هو عمره ما كسدش. احنا جينا عملنا لك شوية جو بس أنتوا اللي نكدتوا علينا. الواد سعد اللي عندك مضى الله يعطيه دعوة نكد علينا وبلبسة الجماعة أبو ذريع عضو. صحيح. لا والله زعلتونا. لكن انا استونا برضو. خطوه عزيزي يا مرحبا. شغليني انا العيال هذول شغليني والله. عندهم المشاكل هذين لازم نحلوها. انا حطيت في دماغي لازم نحل لهم مشاكلهم ونجيب لهم تنازلات. وانا شن اللي جابني يا حاج تيمور؟ جايين نطمن على العيال. اي نعم بارك الله فيك. جايين نطمن عليهم. بارك الله فيك. وبعدين بالنسبة للتنازلات حطينا لكم صح ولا لا؟ ده انت ما قصرتش ده انت واخذ. لكن التعهدات قلتوا لنا تعهد جداه بس. تعهد متاع بذراع وبطاطا
ما جبتهمش والشيخ مالي ما جاش يخربوا لي الفندق من جديد. يعملون بعدت عليهم انا وحيجيبوه. من اول ما طاح معشي عرفت الحساس بتاع قبل اقول لك يمشي يكلم اي واحد ما نبيش ولا حاجه اكتب عشان فعلا وقيت الو تمالو زريع عضلي تبو بنا تنازل ولا ما عرفت انا تي من منطقتنا يا ابو ذراع يا دقه غير كابر ومتغير بس وين في المنطقه وين في التركينه اللي ووصف لي بالدقيقه هكي ولا دقيق فرينا عارف حوش الجذاب باي ريت العماره اللي بعدها تمام محل غذائي اللي في الشوكة يسكن غادي وراي بعرف جدي يحبش هذا كوبا كان يسكنوا عيد قسطل تي حاولوا من زمان عيد قسطل يا روين أيام ذوي في المنطقة حفظ وتعرف أنت يا بطاطا كأنك ما تجيب لنا تنازل والله ما فيش علاقات طيبة بكر أنت مشاكل وخلاص كأنك أنت من أول ما جيناك وأنت ساقب لي شن في يا ابو صاحب تبينا نعد ونعد يا دقره ما عندك مشكله بكر بتعقل افضل يقول الشاعر لا تحاول في قريبي بالوجيج حتى لا تجرحني واعطيك طريحه ما تسمع فيه يا ذلي حتى انت افضل روحك يا غير ايه خليك رومانسيني خليك رومانسيني طيب وباي قلت لي عندي حوش دراب دكان مواد غذائيه انا العماره اللي فيها مرمال قلت لي ولا شنو كيف يا قسطل عيد قسطل بعد حاولوا اسكنوا مكانهم هم عرفت امو قح عرفت حقش فيها قح فكر خربت هاي فكر براك اوكي بديت افكر أنست معك سكر يا حاج هاي وحش تيمور يعني قلت لك أنا وعدتهم يعني هم العيال هذوما قد عيال وما تخلش عليهم صياح هكي بانوا صياح بس عايزين من يصبي معاهم أكيد وأنا أعطيتهم كلمة والله عايز صبي معاهم في الموضوع عندهم القضيتين اللي قالوا لنا عليهم واحنا في المركز صحيح. واحدة منهم طلعت مع شركة مقاولات أيوة. عارف ايش الشركة عايزة تعمل دكاكين في الميدان بتاع منطقتهم أيوة. فهمت؟ اي نعم هم العيال ما عجبهمش مش عايزينه ميدان زي ما هو صحيح قاموا عمل ايش كسروا الاليات وخذوا البلوك والاسمنت ومش كانوا صرفوا فيه عاد اللي عمل بيه بركة حمام واللي عمل بيه مش عارف ايش يعني فالرجل اسمه مش عارف عصام عبد العال عبد الرحيم عنده شركة مقاولات عصام عبد العال عبد الرحيم عم مجدي عنده شركة مقاولات عمك انت مجدي عصام عبد العال عبد الرحيم لا انا عمي اسمه جلال عبد الله مش شرب بعضهم بكره انت مقاولين يعرفوا بعضهم اكيد اكيد يعني والله لو تسالونا عليه هذا وتجيبوا لنا منه تنازل عشان انا والله الناس مش شجي حتى مش ملحق ناخذ دقني يعني لا صدق هم ناخذ بوش من امبارح يعني ولا يهمك ولا يهمك حتى كم نعرفوش نعرفوه ان شاء الله ومشكلتك منتهيه الله ينور عليك يا سكره واللي انت عايزه انا حاضر اللي عايزين يتعوض الراجل هذا عايز يتعوض في الاليات انا ندفع عايز حق الاسمنت البلوك اللي هو عايزه حاضر اي حاجه يبيها يا حاج حاضر الفلوس متوفرات الحمد لله متوفرات يا عم ما تفكرش مش اللي يبيها نقول له تفضل يا ريت تمشي في الموضوع هذا بدالي ان شاء الله يا حاج ان شاء الله هذه لكن هذه قضيه واحده والقضيه الاخرى كيف يصير فيها والله اذا حتى هي مشينا فيها بتاع الوجه الذهب شداد هذا شداد ضرب واحد اسمه زريع ايوه زريع مشول الشباب من عندنا من هنا قال لك ما فيش حد يفك المشكله هذه الا عمه وعمه بعثوا لي اسمه شو اسمه وانا مكتوب عندي اسمه غريب خالص شوف حيطه حجر صوان اليابس هذا بني ادم ابني ادم ها اسمه حجر صوان يابس حجر شكله حيطه حجر صوان اليابس على العموم سهل ها
سهل سهل ان شاء الله مشكلتك سهله بكل. نمشوا له الراجل هذا يا ريت. نمشوا له حجر صوان اللي مش عارف اسمها باهي نمشوا له ان شاء الله. ما يبيلاش بقت ورده يبيله هيلتي. ايش الطعام هذه؟ خليك جديات شويه يا راجل موضوع كبير هذا هي. باهي قعدنا جديات ها تبي تجيب له ماسا وسكربيلو. اسكت ايش هذا؟ مرحبا بس مرحبا مرحبا انس تم سيبيه الباب محلول يا هاي ابو هاي منور منور هاي هاي ابو هاي منور هاي سيد خبيزة وجبنة وحليب وشاهي والامور تمام هاي سيد شاي حبيب بس هذا كنا راقد هذا كنا خلي 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 راقد راقد وعي بدري خذ المسكنات كل اليد تسطر فيه تين مسكنات وين لقيتهم سكنات الدواء اللي عندها انا كلها اخذها مره واحده لا حول الله راينا خشيت حتى الثلاجه لقيت فيها دواء واجد تعمل الثلاجه اه تفتح الحاجه هذا خلاص جيب لهم دواء جديد لان اللي انا كلها اعطيته له بلك تضر الراجل لا ما يضرش خذ الادويه كلها معناها الامراض اللي عنده كلها يبرد عنده كيفه يبرد ذكيه هذه الفكره لا حول الله يا ربي خلاص قول لي ايوه السياره اللي برا بتاعك انت ولا سيارتك عشر سيارة كل شيء لله يا سي كل شيء لله كل شيء لله شيء لله سيارتي اللي برا الطيارة اللي جايبها انت هذه ثماتك ولا عادية لا مصرية قد هكم ساعة الناس اللي معانا ان شاء الله العيلة كل التفرحانة مش عايزين زعلان ولا زعلانة خلونا نرمو الهم ورانا دي وين العدو الهم يتبع فينا مرة في سيولة ومرة في البنزينة ترقعت الكينة تنشرب تركينة براءة الله غالب علينا دي أي فرحة اللي تدوي عليها ما يحس النار إلا اللي وطيها معيشة لكن ربي يعلم بيها كبرنا وإحنا غير المشوف فيها أحسن حاجة إنك ما تظلمشي رزقك عالخالق يبقى ما تخممشي دبينيتك نظيفة ما بتكرهشي اضحك من قلبك يود وما تكشرشي وعادي 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 عادي مفيش فلوس عادي عادي مفيش عمل عادي عادي مفيش امل عاد مفيش زواج عادي مفيش نفس عادي عادي مفيش حياة عادي عادي مفيش قبر عادي جبنا زردة في بوهادي جبنا زيتون وزبادي والتحول وشغال ايش في اشرابي يا عم ما فيهاش خلاص يا عم كملنا احنا أوكي.